الآن خلينا نتكلم عن مفهوم الستايل. مفهوم الستايل هو مفهوم جدا قريب للستايل بالنسبة للناس اللي مشتغلة على الفرونت اند ديزاين بالنسبة لصفحات الانترنت. كنا هناك في لغة HTML كنا نقوم بإنشاء العناصر الاليمنت، ثم بعد ذلك نقوم بتجميلها من خلال CSS عن طريق تطبيق عليها مجموعة الستايلات. طبعا كنا على سبيل المثال انه يعني عن طريق الايديا، عن طريق الاسم مالته، عن طريق الكلاس الصنف، كل واحد له خصائص الخاصة فيه. هنا المفهوم تقريبا مثل ما نقول المفهوم تقريبا عام وقريب جدا لمفهوم الستايل اللي كان في صفحات الانترنت. لو نرجع انا على الابليكيشن ريسورس بشكل عام، ثم بعد ذلك راح اقول له اوكي الريسورس مالته عبارة عن ستايل، راح يقول لك اوكي ايش ما هو التارجت تايب مالتها، يعني انت تعمل ستايل بالنسبه لشنو. الان راح اقول له اوكي انا راح اعمل ستايل بالنسبه ايش، بالنسبه الى ليبل، يعني انا اعمل ستايل بالنسبه الى ليبل، بدل انه انا كل ليبل ابدي بعمل بروبرتيز، الان راح اعطي البروبرتيز الخاصه في الليبل بشكل مباشر. فاسم هذه الاسم الخاص فيها حتى انا استخدمها، فاقول الاكس كي مالتها، طبعا مثل ما قلنا عندنا نيم عندنا كي، راح اقول له اوكي عندي ال بي ديزاين، ثم بعد ذلك ابدي بغلق التاج، وداخله راح اقوم باضافه البروبرتي. الان البروبرتي كيف اضيفها؟ اضيفها عن طريق شيء يسمى ستر، يعني اعمل ستر بالنسبه الى البروبرتي. فالان راح يقول لي شنو هي البروبرتي اللي انت تريد تغيرها؟ راح اقول له اوكي البروبرتي الاولى هي عباره عن ايش؟ هي عباره عن الفونت، مثلا الفونت سايز، ما هي الفاليو مالتها؟ راح يقول لك اعطيني الفاليو مالتها، راح اقول له اوكي ان الفاليو مالتها عباره عن ايش؟ عباره عن 50، تمام؟ ثم بعد ذلك اغلق التاج. الان نفس الشيء راح اعمل ستر بالنسبه لبروبرتي اخرى، راح اقول له اوكي عندي ستر، البروبرتي مالتي هي ايش؟ هي عباره عن مثلا الباك جراوند كلر، الفاليو مالتي ايش؟ الفاليو مالتي على سبيل المثال بلاك، تمام؟ ثم بعد ذلك اغلق التاج. نفس الكلام يبدي يتكرر عندي، اخذ هذا كوبي بيست، فقط اغير البروبرتي الى فور جراوند كلر، وابدي اختار الفاليو على اساس تكون عندك وايت. طبعا تقدر يعني عن طريق الشارب بهذا الشكل FFF حتى يبدي يختار عندك اللون الابيض. الان على سبيل المثال ابدي اختارها من خلال الريسورس اللي موجوده عندي على اساس تكون عندك وايت. اوكي نكتفي بهذا القدر. الفكره العامه انه تعمل ستايل لتارجت تايب بالاسم اللي انت تعطيه. الان اخذ هذا كوبي وارجع هنا على الجريد هذه، ثم بعد ذلك راح اخذ ليبل. لازم تاخذ ليبل باعتبار انه اصلا احنا عملنا على اساس يكون عندك ليبل تارجت تايب، ابدي اسقطه بهذا الشكل، وابدي طبعا بشكل مباشر اقول له انه انا عندي ستايل، تمام؟ عندي ستايل على اساس يكون عندك مثل ما قلنا عندنا ستاتيك ريسورس، راح اقول لك ايش الريسورس مالته، راح يكون عباره عن ال بي ديزاين، وابدي اختار ال بي ديزاين. لاحظ تم تطبيقه بنجاح. الان اي عنصر تبدي انه انت يعني هذا الشيء يعتبر شيء جيد جدا، انه مثلا انا اعمل ريسورس خاصه في تصميم الليبل للبرنامج بشكل عام، فأنا بدلا انه ارجع في كل ويندو ابدي اغير هذه الخصائص، لا ابدي اعمل لها ريسورس شامله على البرنامج، واني حتى مثلا من اريد اغيرها مستقبلا واعمل تحديثات للبرنامج مالتي، فانا راح اغيرها في صفحه واحده في الاب اكزام ار، راح تبدي تتغير على الابلكيشن كله، وهذا يعتبر شيء جيد جدا. طبعا مثلا تصمم بوتون، تصمم ليست بوكس، تصمم كومبو بوكس، تبدي تتعب عليها بتصميمها مره واحده فقط ضمن الاكزام ال، وتبدي تطبقها على الابلكيشن مالتك كلك مستقبلا. مثلا اذا اردت انه تعمل تحديثات ابديت على التصميم، فما راح ترجع على كل ويندو تبدي بعمل تصميم وتغيير البروبرتي، لا ترجع على الاب اكزام ال تغير البروبرتي، راح تبدي تطبق على كل الابلكيشن. ومثل ما قلنا هذا طبعا راح يختصر عليك كثير من الوقت في عملية التطوير.